بكم مشاهدينا إلى أخبارنا المحلية. البداية بإرهاب الطرقات، لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور أليم وقع بالطريق الرابط بين قرية صيغة ومقر الولاية المنتدبة المغير بولاية الوادي إثر اصطدام عنيف بين مركبتين، مما استدعى تدخل أعوان الحماية المدنية بوحدة المغير التي نقلت الجثة إلى المؤسسة الاستشفائية وتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى. من جهتها المصالح الأمنية فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة الأسباب أسباب هذا الحادث التي أكد مصادر النهار أنها تعود للإفراط في السرعة وأيضا كثرة المنعرجات. إلى قطاع التعليم العالي، يحتج طلبة المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادة ولاية المسيلة تمديدا بما أسموها الظروف المزرية البيداغوجية منها والاجتماعية، حيث أكدوا أن المؤسسة وإقامتها تفتقد لضروريات الطالب التي يحتاجها في يومياته، ما عطل سيولة التحاقهم بمقاعد الدراسة لحد الساعة. فاروق قضراوي رصد التصريحات التالية. الحق البسيط ما عندكش، اولا ما كانش مخابر، وحنايا نقراو الفيزيك ما على باليش لي لابو ما كانش، كيفاش دير واسمو اذا ما خموش فينا حنا كطلبه؟ ما همهمش حقنا، يهمهم اولادهم. حنا رانا اجيال راح تقري غدوه، انا راح نقري لولو بنو لا ما قريتش مليح، انا مش غنقري مليح. حنا هزيناهم في الاقامه، ما عندناش اقامه، كل طلعونا حتى لدار الشباب الفوق نمشيو 10 كيلومترات وباش نلحقوا، ورغم هذا هزيناهم ونحنا نحوسوا على يديروا لنا مطعم الفوق عندنا لهيه. تما النقل باش نروحوا ونوليو في الليل، نروحوا ونوليو في الليل، هذه حاجه بزاف علينا. عندنا كثير من الانشغالات الثانيه، الريستو ما كناش نفطر فيه صباح، كاين الناس زواول رانا نعرفوا كامل بعضنا، كاين الناس اللي ما يقدرش يفطر صباح، رانا كاع نفطروا في الفايس، ما اشكال هذا. هنا تجي تقرا، تيدي تقرا 42 تلميذ، تروح ليه للشومبره تدخل تلقى ثمانيه بنات في شومبره وحده، باش دير الصلاه تصلي ما تقدرش. ينتظر منذ ثلاث سنوات العديد من الشباب المستفيدين من المحيطات الفلاحية بمنطقة العوينات بلدية عين الصفر ولاية النعامة، ينتظرون التفات السلطات المحلية إليهم لحل مشاكلهم المتمثلة أساسا في استصلاح الأراضي وتزويدهم بالأبار. مصطفى دحاوي رصد التالي. أنا في ثلاث سنين عطينا العقود ومحسوب علينا بلي رانا خدامه، وحنا ماناش خدامه. الزباره الزباره الواقع ما كان والو، عينا من الوعود الكاذبه، حبر على ورق ما قدينا لهش. هالواقع حنا راه محسوبه علينا هاد البلاد، وراك تشوف في ثلاث سنين عينا من الوعود الكاذبه والحبر على ورق باين نخدمو. عندي كارطه نتاع فلاح وانا مانيش فلاح، البلاد كاينه ما مخدومه، ما فيهاش ليكيبمون، ما فيها والو، هما لي زونجان كل شيء كاين، كل الخير كاين، بصح حابسين، خاص السلطات تعلمهم باش يعاودوا يتحركوا. عراقيل دائما في العراقيل. حاليا الانشغال راه قيد الدراسه، وفي حال ان شاء الله توفر المبلغ المالي اللي راح يمكن من استعمال هذه المياه، اكيد اننا راح نساعدوا هاد الشباب. نبقى دائما في قطاع الفلاحة. بلدية السوارخ بولاية الطرف من البلديات المنتجة لمختلف الخيرات، إلا أن نقص المياه جعل من الفلاحين يتخوفون من بدء العمل الفلاحي لهذه السنة. محمد بن كموخ وحمد عوادي. مشتت صقلة ببلدية سوارخ بولاية الطرف آخر نقطة حدودية في شرق الجزائر، عاصمة الرمان المتميز بجودته وذوقه الرفيع، إلا أن هذه الزراعة بدأت تتراجع في السنوات الأخيرة بفعل نقص المياه. والمياه حتى احنا عبالك هون البراميل متعيش البر المياه وما عناش، كلمنا البلدية هاي كل خطرة يجيبونا سيتين كل واحد يعطي بيدول. السورس هذه من الاستقلال متطورة، مهم هي نتاع فرنسا قبل خدمتها متطورة ما حبستش، بصح خطرة هذه من كثر الجفاف نقص الماء راحت حبست. هذا راهو يعتبر مجمع من وحي من 2013، وحنا مش المجمع هذا موجود، ولا انما كان ماهوش غير مستغل تماما من طرف السكان. بساتين الرمان تحولت في السنوات الاخيره الى خراب نتيجه التلف الذي تعرضت له بسبب الجفاف. هذا الانشغال راهو كان مرفوع من قبل، وين السيد المحافظ القديم اللي راح هذايا راهو عدنا على اساس عم يشري مضخات وينجز احواض مائيه
للسكان عباش ينتجوا ويخدموا الأشجار المثمرة. توفير الماء وتسهيل عملية استغلال السد الذي برمج كمشروع لأجل تطوير الزراعة الجبلية حلول بإمكانها المحافظة على إنتاج وزراعة الرمان بهذه المنطقة. إلى غرب الوطن يعاني سكان حي راس الجماعة بمدينة نادروما ولاية تلمسان يعانون من خطر انهيار مسجد لالا العالية الذي يعود تاريخ بنائه إلى قرون مضت. فبالرغم من بداية مشروع ترميمه من طرف مقاول إلا أنه توقف لأسباب مجهولة، مما جعل من سكان الحي يطالبون بإيجاد حل لوضعية هذا المعلم التاريخي. أمين مسعودي رصد التالي. واللي انا نقول لك الصور حيطيح ويتلاموا الجوارين باش حنا نخلصوا من عندنا نرميو التراب البرا على خاطر التركه عندنا مبلعه. شو المشكله وين رانا فيها؟ والمسجد هذا من اقدم المساجد، هذا بعد ما عدا تاع المسجد الكبير هذا نورمالمون كان راه مغلفينه بالقطن، هذا جاوا هدموه وسمحوا فيه هكذا كيما راك تشوف. هذا اوروزمون هذا كي طاح طاح بالليل، طاح بالليل ما طاحش على الدراري. وبهذا مشاهدينا طوي أوراقنا المحلية، شكرا لكم على طيب المتابعة. عودة إليك زهور وبقية الأخبار.